الدراري مرحبا بكم على قناة بي بوب جي تي في. وقبل ما نبداو هاد الشرح الخوت ما تنساوش تصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واخي اذا كنت غير مشترك معي في هذه القناة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصية زر الجرس ليوصلك كل ما هو جديد قناة بي بوب جي تي في. المهم الخوت في هذه الحلقة هذه غنتكلموا على التهكير ديال لعبة فري فاير. ولكن الخوت كاين واحد التطبيق اللي كيمكنك من تهكير لعبة فري فاير, وكاين بعض الاشخاص مستفدين من هذا التطبيق وكاين بعض الاشخاص ما مستفدينش من هذا التطبيق. المهم الخوت بغيت نشاركوا معكم, بغيت نعطيكم هذا التطبيق, ولكن سبق لي شقون بالشرح هذا التطبيق. وكاين بعض الاشخاص كيقولوا بلي هذا التطبيق هذا ما تطبيق ما توزع. والمهم الاخ خليك معايا تبع معايا هذا الشرح وشوف الاخر واش التطبيق رائع جدا, واش انت سبق لك خدمتي بهذا التطبيق ولا لا. المهم الاخ لو كنت انت سبق لك خدمتي بهذا التطبيق ما تنساش تخلي لنا شي تعليق وقلنا واش التطبيق صادق 100% ولا التطبيق غير صادق. المهم الخوت وشكرا على الدعم ديالكم ليا لهذه القناه, شكرا بزاف. وكاين بعض الاشخاص كيقولوا لي خصنا اقنعه, خصنا ملابس, خصنا بعض الاشياء من هذا الشيء. المهم الخوت سمحوا لي بزاف حيتاش والله كان عندي شي قناع ولا عندي شي حاجه والله تنصيفط الخوت. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. كما كتشاهدوا الخوت ما عندي قناع, ما عندي ملابس, ما عندي اي شيء في لعبه فري فاير, ولكن الخوت غنحصل على ملابس وغنحصل على قناع وغنحصل على عديد من الاشياء بالمجان الخوت. المهم الخوت كما كتشاهدوا ما شفتوا عندي حتى ملابس لا قناع لا حتى شي حاجه. كما قلت لكم كاين بعض التطبيقات كيخدموا لتهكير لعبة فري فاير. المهم الخوت التطبيق اللي كيمكنك منه هكر لعبة فري فاير هو تطبيق ليلي بوكس. غنخلي لك الرابط ديالو اسفل الفيديو. كما كتشاهدوا الخوت انت عندك مشكل في قناع, ممكن ما كتشاهدوا غنختار قناع الجمجمه. المهم هذا القناع انا غني عن التعريف, عدد من الاشخاص كيطلبوا هذا القناع. المهم الاخر غنخلي لك التطبيق, جرب فيه التطبيق ديال ليلي بوكس, جرب فيه القناع, يعطيك اقنعه, يعطيك ملابس, يعطيك العديد من الاشياء بالمجان. ولا بغيت تحصل على شي حاجه فري وبورو قم باللعب الاخ في اللعبه واستمر في اللعبه وفرتخ ليا الدراري وعاد تحصل على قين على الجواهر على العديد من الاشياء باللعب ديالك وبقيواك العقليه باي حاجه. المهم لعيب وكون محترف في اللعبه وعاد تحصل على العديد من الاشياء بدون هاكر. المهم الخوت كما كتشاهدوا على الاختار هذه اللبسه وغنختار هذا السروال كما كتشاهدوا. المهم الخوت التطبيق ليلي بوكس كيعطيك البسه اقنعه اي شيء بالمجان, ولكن كنظن ما كيبانوش الناس اللي لاعبين معك في الجيم. المهم كيبان غير الخدعه ولا ما نعرف. المهم الاخ اكد من التطبيق, لعب مع الدراري لاصحابك وسقسيهم قول لهم واش التطبيق هذا, قول لهم باش من لباس لابس انا واش عندي قناع كيبان ولا لا. المهم وشوف. المهم غنخليك اخر نسخه ديال ليلي بوكس, غنخلي لك اسفل الفيديو, جرب وتهلا لي فراسك الاخ والسلام عليكم.